دقيقة 89 أمين عباس يسجل لسياسيس ويمضي على مرور فريقه للدور الثمانيائي لكأس تونس بعد ما كانت النتيجة متعادلة 3 أهداف من الجانبين. ترشح صعيب الأبناء نبيل الكوكي كان على حساب جمعية جربة اللي قدمت مباراة كبيرة وخرجت مرفوعة الرأس من مسابقة الكأس. دقيقتين على انطلاقة اللقاء النادي الصفاقسي متقدم بهدفين دون رد أمام جمعية جربة. بعد 30 ثانية من صفيرة البداية محمد علي مناصر يسجل أول أهداف السياسيس بعد توزيعة ممتازة من علي المعلول اللي بدوره كان وراء الهدف الثاني بعد توغل من جهة اليسار وتمريرة عرضية يضعف بها سلامة القزاوي النتيجة. زملاء حسين بحرية اللي تفاجئوا بأهداف السياسيس المبكرة عرفوا كيفاش ينظموا صفوفهم ويرجعوا في اللقاء وتمكن لمجد عامر من تذييل الفارق بعد عمل كبير من هادي بوخريس. أبناء جربة كادوا يعدلوا نتيجة لو استغل أحمد حزني تواجده داخل منطقة 18 لكن تسديدته فوق العارض. قبلها طالب أبناء فتح حجز معيل وضرب الجزاء بعد ما ارتطمت الكرة في يد حمدي رويد. في 20 دقيقة الأخرى من الفترة الأولى النادي الصفاقسي حسب الاخطر وخرج للهجوم وتمكن صاحب التمريرات الحاسمة علي المعلول من تثليث النتيجة بعد مخالفة مباشرة من 20 متر غالت بها حارس لايزدي. وبعد الهدف الثالث تفنن أبناء نبيل الكوكي في تضييع الكرات اللي جاتهم. الفترة الثانية تخلت سياسيس بقوة وهدد مرمى حكيم عبدالله في أكثر من مرة. غازي شلوف داخل 16.50 يسدد وكورته جانبية. محمد علي مناصر يسدد وحارس الجمعية في الموعد. فخر الدين بن يوسف يواصل العملية وكورته بجانب الأخشير. التغييرات اللي قام بها مدرب جربة فتح الحاج إسماعيل بأقحام كل من وائل رمضان وعصام الخرشاني أعطت أكلها وتمكن زملاء حسين بحرية من تسجيل الهدف الثاني بعد هفوة من قلب الدفاع السياسيس حمدي رويد اللي سجل ضد مرماه. صعود السياسيس للهجوم ترك عديد المساحات في المنطقة الخلفية اللي استغلها كيف ما يلزم الهادي بوخريس اللي رفع الكرة بالحارس رامي جريدي وعدل النتيجة. ما تبقى من اللقاء سيطر فيها أبناء نبيل الكوكي اللي حافظوا على تركيزهم للدقائق الأخرى وتمكن أمين عباس دقيقتين قبل صافرة النهاية من إضافة الهدف الرابع لأبناء عاصمة الجنوب والإمضاء على ورقة عبور فريقه للدورة ثم النهائي. ترشح صعيب أمام فريق قدم مردود كبير يذكر فيشكر. دخلنا من الأول فهمتني خايفين شوية من السياسيس وكذا وعارف هم كيفاش يستغلوا الفراغات اللي خليناها. احنا اول ما دخلنا للميطون مركز زبونتو ودزي ميطون رجعنا فهمتني وعرفنا كيفاش ندخل في المباراة من الاول ومركينا زبونتو مي لا غالب هكاو في الاخر بونتو جاف في الاخر ترشح بي سي اس اس مبروك لهم وحظوا في لينا. ديما تيجي طهي تعمل فارق الحمد لله. يعني احنا بالنسبه لنا عملنا ماتش كبير هذا ماتش حلو باش نخدموا عليه للماتش الجاي خاطر عندنا بارك الشامبيون السنه فينا مبروك لي الصفاقسي اللي ترشح نتاعه واحنا معنا كان ناخذ معنا زاد من شويه صعاب في الشامبيون لازم نقلعوا البوان ونقولوا تربي القادم خير ان شاء الله. نادي الصفاقسي جمعيه كبيره برشا الخبره هي اللي لعبت يمكن الدور نتاعها لكن نشكر للملاعبين نتاعنا قدموا مقابله تكتيكيه كبيره برشا رغم الهفوات اللي قمنا بها في بدايه المقابله لكن نقولوا برافو النادي الصفاقسي برافو النادي الصفاقسي خاطر ترشح وبرافو الاولاد نتاعنا اللي قدموا مقابله كبيره برشا. في الدوزيام ميتون صار كثير لاشمون يعني على ذاك جمعيه جربة قدمت شويه قدام لعبت على كونتر اتاك عندها دي جوار رابيد قدام دي جوار تكنيك على ذاك معناها احنا عملنا اغلاط دفاعيه معناها شويه على ذاك معناها رجعت لنا في المقابله لكن الحمد لله اللي صنصير في الماتشات الكوبا هذوما انك تترشح للدوري القادم كل سواء كانت الريزولت كان معناها الاداء نتاعنا الحمد لله معناها الترشح هذا ان شاء الله معناها يفيدنا ان شاء الله في مقدم مباريات وكهف جهزنا لمباراه جمعيه جربه زي مباراه معناها دخلنا معناها ضغطنا على الفريق وسجلنا الزقوال لكن الفريق معناها حتى هما يلعبوا كره وفخم ربي معناها داروا التعادل وفي الدقائق الاخيره معناها ودرنا معناها حماس احنا والاولاد شويه وجبنا الجول ان شاء الله وجبنا 3 نقاط وان شاء الله نفكروا في الجاي ان شاء الله. الحاجه البالي ترجع الرياكسيون تاع الاولاد في الاخر على 90 مينوت سيرتو ما تفهم ملاعب اليوم اوديسو دي لو اللي هو علي معلول 3 باس ديسيزيف وان بوت قاعد يخدم على روحه ان شاء الله ربي معاه يكمل لك يخدمك.